طبعا جايين نعمل PCR بعد التطعيم، طلعت لنا شوية أعراض، مو شوية كتير أعراض، فالله يستر. طبعا هذا PCR الحلو فيه إنه بالسيارة، راح نسوي هلا PCR بالسيارة. ما شاء الله يعني زحمة غير طبيعية، حوالي 50 سيارة. نحنا من 9:15 هلا صارت شي 9:30 لوصل دورنا، يعني تنظيم حلو بس زحمة سيارات بطريقة مو طبيعية. خلينا نشوف امتى يجي دورنا. المفروض يعني احنا هلا خلصنا كل الخطوات، تيجي الاخت هون. هاي يمكن ما ادري اي مسحة صارت، يمكن 9 او هيك شيء. اجت الاخت عندي. Hi, how are you? Good morning. How are you? Fine. How about you, sir? Fine also. Can I have a paper, please? Sure. Hi, what's your name, sir? نصر الله حمصي. Okay. By the way, this bin from your friend. Yeah, you can have it. Okay, thank you. Okay, just look straight. Say 1, 2, 3. Bismillah. No, just look straight. Aywa. Bismillah. Okay. We finished? Yeah, finished. When tomorrow you will receive the message. They will send you WhatsApp or SMS? SMS. SMS? Yeah. Tomorrow which time? I don't know the time. Thank you. Oh. خردقنا من أصعب المسحات كانت صراحة، يعني جدا جدا مثل ما شفتوا جدا جدا طويلة، نفس ما بيعملوها بالحكومة. يعني ما توقعت القطاع الخاص يسويها نفس الطريقة، بس جدا كانت مسحة مؤلمة، بس الحمد لله خلصناها. هيك الواحد بتطمن على اهله واصحابه وجيرانه ومراجعينه والناس اللي حوالينا انه هو سليم ان شاء الله، هم سليمين. كنت ناوي اسوي وحده تانية ان شاء الله بعد ما تطلع هاي نيجاتيف بعد اسبوع، بس واحد انفو اخ يا الهي، الله لا يبلانا يا جماعة، شيء مو طبيعي. واحد من عارفين يطلع من الباركينج تبع المستشفى. هاي أيام كورونا وأزمة كورونا، إن شاء الله يا رب يعني هذا الفيديو نورجيه لأولادنا بالمستقبل، نقول لهم عانينا هالوباء وهالمرض. هو أهم شيء يطلع اللقاح سلبي، قصدي النتيجة سلبية، لأني أخذنا تطعيم قبل كم يوم ومن بعد التطعيم صارت الأعراض هاي. والكارثة إنه يكون في كورونا وفي تطعيم، فبصير بين الأجسام المضادة اللي عم بتحارب وبين كورونا الفيروس اللي قاعد ينتشر بالجسم، فوقتها كارثة كبيرة، وقتها كارثة كبيرة، يعني بصير وقتها وضع جدا خطير لا سمح الله. مشكلة واحد صار له فوق الشهرين وشوي تارك الشغل وتارك الحياة ومشغول بالمرض، يرجع لنا مرة تانية الفيلم هذا مو ناقصنا. اللي واحد يجيب يكفي
طيب نحن طبعا بالباركينج لساتنا، بعد ما نطلع من الباركينج راح نطفي الفيديو لما نطلع من الباركينج يعني على الشارع. يا الهي بطلنا نوصل للدور الارضي، بس المسحة تاخدت بزمة وضمير، تاخدت بشو؟ بزمة وضمير. يلا يعطيكم العافية جميعاً.